كل من أعرفهم من المتورطين أو المساهمين في مفاوضات تشكيل الحكومة يقولون موضوع الرأي العام هو أبرز قضية نناقشها، إنه لا نريد حكومة يسقطها الرأي العام ولا نريد مرشحا يسقطه الرأي العام سواء في يعني المناصب السيادية أو الوزارية. لأول مرة أصبح المجتمع قادر على فرض خياراته. طيب هي طيب متغير هاي تدوسها ويصلح كل شيء. هذا متغير كبير. هذا متغير تشرين، متغير الدول الجوار شلون به؟ هذا هم حاكم وهذا نعم. دول الجوار تنقسم إلى نوعين، نوع بدأ يعني يدرك أنه هذا تحول اجتماعي وسياسي متصور في العراق وأن الاستقرار العراقي هو جزء من استقرار المنطقة، ونوع آخر من الدول التي بدأت تتحول إلى حسابات. نعم. يعني لا تزال تقاوم ولا تريد أن تصدق أن العراق بات لقمة صعبة. نعم. تريد أن يبقى العراق لقمة سهلة. هذا الصدام سيبقى موجودا، هذا جزء من الاختبارات الأطراف التي تقول نعم تعالوا نقوم بإصلاح، تعالوا نقوم بالحقيقة. ما حصل منذ الانتخابات إلى الآن هو أمر كبير، أمر لم يكن متخيلا. يعني أنا وياك والأساتذة لو قاعدين قبل 6 شهور نقول راح يصير هالشكل مثل ما صار الآن، كنا نقول لا ما يصير،